موضوع المخدرات هو موضوع بمس جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية وإلى آخره، فبالتالي هي في مشكلة وجود المخدرات، ولكن ليس بالحجم اللي الناس بتتصوره، بالتأكيد موجودة. الحمد لله اللي عندنا هو فقط حالات تعاطي، في هناك بعض مروجين تم التعامل معهم وذلك استمرارا للخطة الأمنية لمكافحة المخدرات اللي أطلقها عطوفة محافظة طول كرم اللواء الدكتور عبد الله كميل. احنا حاليا احنا عادة كل سنة في عنا إحصائية بتطلع، يعني 2013 بتوقع الإحصائية بينت وموجودة على موقع الشرطة الفلسطينية، ممكن من خلال طول هاي الإحصائية ل 2014 لسه ما نهايها، ومش انه المخدرات بينت يعني بالفترة هاي، ولكن تكاتف الجهود والمؤسسة الأمنية وتعليمات الرئيس والتسهيلات التي قدمها لنا عطوفة المحافظ أدت لوجود هذا الإنجاز الكبير، ورايحين نستمر ومنوعدكم رايحين نستمر بإذن الله بمحاربة هاي الآفة والقضاء عليهم. رسالة للجميع سواء في طول كرم وغير طول كرم، المخدرات هي آلة التدمير، تدمر النفس، تدمر الإنسان، تدمر المجتمع، تدمر المال، تدمر الأهل، تدمر الأسرة، ويصبح الإنسان بلا وجود وعبارة عن آلة تسيره تجار المخدرات. ولذلك على جميع أن يتنبه لهذه الآفة الخطرة حتى لا يقع في مصائبها. نحن رسالتنا حبينا نوصلها للمواطنين أنه في هناك مراقبة واسعة لهذا الوباء اللي انتشر، بدناش نحكي انتشر، هي يعني بجوز هي أقل من الظاهرة تكون، لكن سيتم ضرب حديد لكل من تسول له نفسه سلوك هذا السلوك. طبعا مشكور طبعا محافظة طول كرم لأنه دائما أعين ساهرة لمتابعة مروجي هذه المخدرات. طبعا احنا كمان في رسالة أخرى أسمى من هيك، إن هي من هدف الأول وبالأخير إلى التوعية داخل المجتمع، خاصة في مجال الأسرة، في المدارس، في الجامعات، خاصة سن الشباب اللي هو السن أخطر سن طبعا بتعرض للشباب.